للحديث أكثر عن انتهاكات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين والدعم السياسي والدولي الذي يتلقاه النظام من روسيا في المحافل الدولية التي تمنع حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. سيد باسل، بداية أهلا بك. الأمم المتحدة تقول إن قوات النظام وروسيا والميليشيات ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في إدلب، باعتقادكم ما هو هدف النظام في إدلب وحليفه الروسي رغم اتفاقات خفض التصعيد وتحديثاتها مع تركيا؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة ما زال النظام رغم كل شيء يحاول الانقلاب على كوكعادته على كل الاتفاقات أو الترتيبات الدولية في محاولة منه لفتح المعارك من جديد، لأنه يظن أن مسار الحسم العسكري أو الحرب العسكرية هو المسار الأنسب أو الأفضل بالنسبة له، بمعنى أنه على انكسار عزيمة الفراق والمعارضين وأن يتمكن بشكل أو بآخر من السيطرة على الأراضي السورية التي لا تقع تحت سيطرته. لذلك هو يحاول من وقت لآخر عدم توفير أي فرصة للانقلاب على الاتفاقات، تأجيج الصراع من جديد، فتح الجبهات، خرق وقف إطلاق النار وغيرها من الممارسات المعتادة التي بات يمارسها النظام بشكل مستمر. الانتهاكات التي يقوم بها النظام وحلفاؤها الروس والإيرانيون تتعدى المعلن من محاربتهم الإرهاب، إلى أي مدى ترى أن المناطق المستهدفة من قبل النظام وحلفائه تمثل خطرا على المجتمع الدولي كما يروج النظام؟ النظام عندما يتحدث النظام عادة عن الإرهاب ولا يتحدث عن الإرهاب بالمفهوم المتعارف عليه أو بالتعريف المتعارف عليه. نعم. النظام يشير بإصبع الإرهاب لكل من يقف ضد النظام أو يعارضه بأي شكل من الأشكال، هو يعدم ويعتقل المعارضين بمختلف أشكالهم سواء كانوا شباب ناشطين أو مجرد كتاب أو مجرد شباب نشروا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كل هؤلاء بنظر النظام هم عبارة عن إرهابيون ويعمل على تصفيتهم. نعم. لذلك النظام عندما توجه ضرباته إلى ما يسميها بين قوسين هو يقول أن الإرهاب هو يعني كل من يعارض هذا النظام أو يقف ضده بشكل أو بآخر. نعم. سيد باسل، كيف تنظر إلى عملية تحريك الجيش الروسي مجموعات كبيرة من قواته من الرقة إلى دير الزور؟ ما المخطط من هذه الخطوة باعتقادكم؟ يعني هو المنطقة شرق الفرات بشكل أو بآخر بشقيها الشمالي والجنوبي، سواء منها جزء الواقع تحت الإدارة الذاتية أو جزء منها الذي بات بشكل أو بآخر منطقة سيطرة مشتركة تركية روسية أمريكية وحتى جيش وطني. هذه المنطقة شرق الفرات بشكل عام لم تستقر أوضاعها بعد، وهناك الكثير من الإشكالات والكثير من الملفات العالقة بخصوص هذه المنطقة، مصير النفط، مصير الطرق الدولية، مصير المكون العشائري، مصير المكون الكردي، حدود هذه المنطقة، مستقبل هذه المنطقة سياسيا وكيف سيتكامل مع الحل السياسي العام للحرب السورية. لذلك ليس مفاجئا أن يكون هناك تحركات خلال هذه الفترة أو الفترة المقبلة باتجاه هذه المنطقة. أيضا هناك مؤخرا هناك حصل تصعيد كبير من قبل تنظيم داعش ضد في هذه المنطقة ضد النظام وضد قوات سوريا الديمقراطية، وقام بقطع أكثر من مرة قطع الطرق ومنع مرور الشاحنات التي تنقل النفط الخام من مناطق الأكراد أو مناطق سيطرة الأكراد الإدارة الذاتية نحو مناطق النظام، وتعدى على تقريبا عشرات الشاحنات التي تتبع شركة قاطرجي التي تتبع للنظام وتقوم بنقل النفط بين الطرفين. لذلك يتوقع أن الروس سوف يحاولون خلال هذه الفترة فرض نوع من السيطرة الأمنية بالقوة، يعني بناء على ترتيب عسكري وأمني بشكل أو بآخر لتأمين هذه الطرق وتأمين إمداد النظام. نعم. هل يفهم من قولك أن المشهد في سوريا حاليا أمام محاولة تصفية جيوب المعارضة؟ إذا كان الأمر كذلك فبما تفسر استخدام روسيا حق النقد فيتو أمام مشروع القرار الألماني البلجيكي لإيصال المساعدات للمدنيين في سوريا؟ يعني هو رغم ما حصل من اتفاقات خلال الفترة الماضية أو توافقات دولية نسبيا بحال سوريا، لكن ما زالت هذه حدود هذه الاتفاقات أو تثبيتها ما زال مسألة فيها كثير من يعني كما يقال يعني كثير من المرونة أو كثير من الأشياء التي لم يتفق عليها بعد. لذلك تحاول الأطراف بشكل أو بآخر جر الاتفاقات إلى ما يناسبها. يعني هذه الاتفاقات برغم أنها يعني رغم كثرتها وتعدد اللقاءات، لكن ما زالت هناك الكثير من المساحات التي تحتمل الكثير من الاجتهادات. لذلك يحاول كل طرف أن يفسر هذه الاتفاقات أو أن يفصلها بالطريقة التي
تناسبه، إلغاء الاعتراض على قانون مد المساعدات، التحركات العسكرية، استمرار الضربات من وقت آخر، خروقات وغيرها من الأمور التي تجري من وقت آخر في سوريا. شكرا. هي محاولات لتفصيل هذه الاتفاقات على قدر هذا الطرف أو ذاك. رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف السيد باسل حفار، شكرا جزيلا لك.